اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا احسن ناس في الدنيا؟ رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه عظمه، كيكه طعم مختلف جدا وطعم حلو قوي 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 قوي، مش هتبطلي تعمليها. يلا نبتدي. اول حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي الله ونقول مقاديرنا. عندي كوبايه سكر، طبعا تعايري بنفس الكوباية، عندي كوباية سكر وعندي بيضتين وعندي كوباية زيت وعندي كوباية حليب، عندي 2 فانيليا وعندي 2 كريم كراميل وعندي لبن نيدو، كيس لبن نيدو اللي هو المتوسط اللي مش ولا صغير ولا كبير، وعندي كوباية ونص دقيق وعندي كيس بيكنج باودر. أول حاجة هنعملها نجيب الخلاط بتاعنا، هننزل بالسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل الحليب، هنزل بكيس لبن نيدو، هنزل ادي واحد كريم كراميل، هنحط 2 باكو. مهم قوي قوي زي ما قلت لكم تعايروا بنفس الكوباية. وادي التاني، هنضربهم مع بعض. هنبتدي نحط كوباية الزيت بس على كذا مرحلة عشان هيبتدي يتقل، فاحنا مش هنحطها مرة واحدة، حطيها على مرحلتين ثلاثة، المهم على كذا مرحلة. بصوا تقل معانا، هناخد منه كوباية. بصوا تقل ازاي، انا عايزة منه كوباية، هركنها على جنب وبعدين ارجع احطه تاني، احط عليه البيضتين واحط عليه كيسين من الفانيليا، او طبعا لو عندك فانيليا سايلة فيبقى نص معلقة. عندي هنا الكوباية ونص دقيق بتوعنا بنفس المعيار بتاع الكوباية اللي احنا عيرنا بيه كل حاجة. نجيب الخليط بتاعنا بعد ما ضفنا له الفانيليا والدقيق الفانيليا والبيض، ننزل بيه كده شوية بشوية. كده نزلنا الخليط بتاعنا، عندي معلقة خل ونضرب باتجاه واحد. طبعا احنا ايه قلنا الكلام ده كذا مرة، دايما تعمليها الكيكة باتجاه واحد. عندي صينية مبطناها بالسمنة والدقيق، هنزل كده وارفع ايدي لفوق علشان الهواء يخرج منها. عندي طبعا انا من اول ما ابتديت اعمل الكيكة مولعة الفرن وحاطه الرف الايه الاوسط، ماشي. هندخلها الفرن بتاعنا، تهزيها كده علشان خاطر اولا الهواء يخرج منها، تاني حاجه علشان خاطر تتسوى معاكي. دخلها الفرن في الرف الوسطاني على 180 ونشوفها لما تطلع. ادي الكيكه بتاعتنا، هحطها في طبق لازم اول ما تطلع هنخرمها كلها كده. طبعا يستحسن وهي ايه سخنه شويه، يعني ما تكونش بردت قوي عشان تتشرب اللبن كله، تكون سخنه شويه. ابتدي بقى ايه اشربها كده الكوبايه كلها. طبعا عايزين تعملوه تخلوها في الصينيه، خلوها في الصينيه واعملوا المرحله دي، لكن انا ايه نقلتها كده في الطبق اللي انا هقدم بيه. احنا سقيناها كوبايه الحليب، طبعا احنا فاكرين ايه الكوبايه اللي احنا شلناها من الخليط، هننزل كده بيها عليها. حاجه يا جماعه التورتايه دي الكيكه دي
طعمها مميز بشكل مش طبيعي، مش طبيعي فعلا، هتعجبكم جدا ان شاء الله، وسهلة وبسيطة وطعمها مميز قوي. نجيب بقى ايه كيس الكراميل وايه ونزينها. تزينوها طبعا بايه بالطريقة اللي انتوا عايزينها، لكن ايه دي بتبقى معاها حلوة قوي قوي قوي. زينيها بقى زي ما انت عايزة كده. تعملوا بقى زي ما انتوا عايزين، زوقوها زي ما انتوا عايزين. بصوا هي تستحق ان انتوا تدلعوها، بجد تستحق ان انتوا تدلعوها. نقطعها بقى، تعالوا بقى ايه نقطعها كده ونشوف الدنيا فيها ايه. يا جماعة كيكة فعلا تستحق جدا ان انتوا تجربوها، جدا مش هتبطلوا تعملوها فعلا. بصوا الكيكة، بصوا عاملة ازاي. ايه رأيكم، ايه رأيكم فيها؟ بصوا الحاجات الحلوة اللي عليها بيديها طعم فظيع، حلوة جدا جدا جدا. بصوا حاجة كده شلال من الحلويات، فعلا جربوها، بسيطة جدا، مكوناتها بسيطة وسهلة وتتعمل في 10 دقايق، وكل اللي هيدوقها منك هيقولك انت عاملاها ازاي. فعلا طريقة حلوة جدا جدا جدا، يا ريت تعملوها وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم ما تنسوش في الشير واللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو بيعجبكم اللي انا بقدمه لكم. سبتكم في امان الله، سلام عليكم.